برئاسة سعادة النائب أحمد الأنصاري رئيس لجنة الصداقة البرلمانية البحرينية الفرنسية، غادر وفد نيابي في زيارة رسمية إلى المجلس الوطني الفرنسي بباريس، حيث تأتي هذه الزيارة الرسمية بتوجيهات من معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينر رئيسة مجلس النواب، وبهدف تعزيز التعاون النيابي المشترك مع البرلمانات الصديقة والعمل على تدعيم العلاقات المشتركة بين المجالس النيابية وتبادل الخبرات وبحث سبل التعاون وتقوية روابط العلاقات المشتركة بين الجانبين على كافة الأصعدة. حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف من باريس سعادة السيد أحمد الأنصاري عضو مجلس النواب رئيس الوفد البرلماني المشترك. نرحب بك سعادة النائب في نشرة الثامنة. هل توضح لنا أهمية هذه الزيارة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بداية أشكركم على هذا اللقاء. يعني تأتي مثل ما بينت زيارة هذا الوفد النيابي إلى المجلس الوطني الفرنسي توجيهات معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينل رئيسة مجلس النواب تلبية لدعوة من لجنة الصداقة الفرنسية البحرينية. وكما ذكرتم تهدف هذه الزيارة لتعزيز التعاون النيابي والبرلماني المشترك مع البرلمانات الصديقة والعريقة والعمل على تدعيم هذه العلاقات المشتركة بين المجالس النيابية وتبادل الخبرات وبحث سبل التعاون وتقوية روابط العلاقات المشتركة بين الجانبين وعلى كافة الأصعدة. ولقد أرسى جلالة الملك قواعد الديمقراطية ومبدأ التعايش كأساس للتنمية الشاملة. ومجتمعنا المجتمع البحريني مجتمع منفتح وينعم بالأمن والاستقرار بفضل الله ثم حكمة القيادة الحكيمة في بلادنا ولله الحمد. نعم سعادة النائب، ما هي يعني أجندة هذه الزيارة وما سوف يتم مناقشته من خلال التقائكم بالبرلمان الفرنسي؟ نعم، يعني سوف نقوم بعقد عدة لقاءات واجتماعات مختلفة مع عدد من كبار المسؤولين إلى جانب جلسة مباحثات مشتركة مع أعضاء المجلس الوطني الفرنسي ومجموعة الصداقة الفرنسية الخليجية في مجلس الشيوخ ورئيس الغرفة التجارية العربية الفرنسية. يعني عدة لقاءات لاطلاع الجانب الفرنسي على الأمور التشريعية والعلاقات التي تربطنا المشتركة بين البحرين وفرنسا إن شاء الله. نعم، من باريس سعادة السيد أحمد الأنصاري عضو مجلس النواب رئيس الوفد البرلماني المشترك، شكرا جزيلا لك.